تركيا تكشف كذب روسيا، موسكو تعرض مقاتلة بايركتار مزيفة في العاصمة موسكو. عرضت وزارة الدفاع الروسية مقاتلات بايركتار تركية الصنع بذخيرتها مامئل وممسي في معرض الصناعات الدفاعية أرمي 2022 بالعاصمة موسكو، زاعمة أنه تم الاستيلاء عليها من القوات الأوكرانية خلال الحرب الجارية. بعد انتشار صور بايركتار في المعرض الروسي بموسكو، بدأت القنوات الإخبارية المدعومة من روسيا وحسابات التواصل الاجتماعي الموالية لها بالتشهير بالمقاتلة تركية الصنع، زاعمة أن الأنظمة الدفاعية الروسية تمكنت من اكتشاف بايركتار بكل سهولة وإسقاطها قطعة واحدة والاستيلاء عليها. ومع ذلك كشفت تركيا في وقت قصير للغاية عن حقيقة هذه الصور، وجاء في الرد التركي: عندما يتم فحص الصور المنشورة بعناية ومقارنتها بصور بايركتار تي بي 2 الحقيقية، يمكن أن نفهم بسهولة أن الحدث هو في الواقع نتاج آلة دعاية روسية. الاختلافات في ذخيرة روكيتسان مامئل وممسي الموجودة في الصور على أجنحة الطائرة المعروضة مذهلة، وكذلك الاختلافات بين وصلات جسم الطائرة والجناح وأجزاء الأنف تختلف تماماً في اللون والشكل. الشيء الذي يلفت الأنظار على جسم الطائرة المعروضة هو حجم الرقم 403 المكتوب باللون الأحمر وبخط كبير جداً، والذي يختلف تماماً عن شكله في بايركتار الحقيقية التابعة للقوات الأوكرانية. علاوة على ذلك، فإن رقم الذيل على الطائرة المعروضة أكبر بكثير من الرقم الفعلي، كما يوجد في مكان مختلف وليس بالخط الذي تستخدمه القوات الجوية الأوكرانية، وهو مكتوب بالخط الذي يستخدمه سلاح الجو الروسي، في حين يجب أن يكون شعار سلاح الجو الأوكراني على متن الطائرة موجود على غطاء المحرك، إلا أنها تقع على اللوحات العلوية لجسم الطائرة حيث يوجد مدخل الهواء في بايركتار المزيفة المعروضة. بالإضافة إلى ما سبق، فإن اتصال الجزء العلوي من الجسم يجب أن يكون منحنياً بشكل أكبر، ومن الواضح أن هذا الاتصال مسطح في الطائرة المعروضة ولا توجد فتحات تهوية جانبية للمحرك على اللوحة. نتيجة لذلك، من المفهوم أن المركبة المعروضة تم إنشاؤها من خلال الجمع بين الأجزاء الصلبة من بايركتار تي بي 2 اس مع طراز جسم رديء جداً، ومن الواضح أن ما دفع روسيا إلى هذا العمل الدعائي سيء الإعداد هو الضربة المدمرة التي ألحقتها ذخائر تي بي 2 وروكيتسان حتى الآن بموثوقية أنظمة الأسلحة الروسية وصناعاتها الدفاعية.